بسم الله. في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك نحن في مركز تجميع الجلفة الخام بالجزائرية للجلود ومشتقات وحدة الجلفة، حيث كان إقبال كبير من المواطنين الذين لبوا النداء وأتوا إلى وحدة الجلفة. اليوم رانا متواجدين كما راكم تشوفوا على مستوى وحدة الجزائر الجلود وحدة الجلفة للوقوف على كتب على عملية جمع الجلود على مستوى ولاية الجلفة كونها ولاية نموذجية، كما نحيطكم علما أنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية على مستوى الولاية، حيث تم تحديد 102 نقطة جمع على مستوى الولاية عبر مختلف بلدياتها، كما تم تخصيص 61 شاحنة و10 جرارات، بالإضافة إلى تخصيص كمية معتبرة من الملح تم توزيعها على البلديات. المبادرة هذه نشكر عليها القائمين عليها اللي راهم مجندين، الله يبارك العمال، ضاحيين بوقتهم، ضاحيين يعني راهم اليوم راهم كامل على قدم وساق من اجل نجاح التظاهرة. المواطن ايضا راه عنده وعي الحمد لله. رانا جبنا الجلد الخاص بالأضحية، والحمد لله هذه المبادرة بقدر ما عندها بعد اقتصادي اللي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بقدر اللي يهمنا هنا كمواطنين هو البعد البيئي.